السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نكمل وياكم الطريقة الرابعة اللي هي طريقة المودفايد نيوتن ميثود، طريقة نيوتن المعدلة. بما معناه هاي الطريقة مشابهة لطريقة نيوتن رافسون ولكن معدلة مطورة أكثر. بما معناه إنه إحنا عندنا الأكس آي زائد واحد، القانون الرئيسي مالتها هو اكس اي ناقص نفس الترتيب، بس بدل ما اف راح يكون يو للاكس اي، وهنا بدل ما المشتقة الاولى لاف راح يكون لا المشتقة الاولى يو للاكس اي. راح يجي طالب شو يسأل، يقول هو شنو اليو اكس اي، شلون راح نقدر نستخرجه؟ راح اقول له راح ناخذ الدالة نعوض بيها قيمة الـ xi ونقسمها على تعويض الـ xi ضمن المشتقة الأولى. هذا بالنسبة لمن الـ ux. زين الـ u xi بس المشتقة صح يساوي لي؟ هيساوي لك واحد ناقص الدالة، نعوض قيمة الـ xi بالدالة، مضروب، انتبهوا وياي طلاب، المشتقة الثانية المن ل اكس اي على المشتقة الأولى ولكن تربيع. تمام شباب؟ إذا الطريقة اللي هي الموديفايد نيوتن Modified Newton Method هي عبارة عن هذا القانون الرئيسي مالتها. تمام، هذا القانون الرئيسي مالتها، هذا قانون اليو للإكس هو عبارة عن الدالة على المشتقة، وهذا قانون اليو للإكس برايم اللي عبارة عن واحد ناقص الدالة في المشتقة الثانية على المشتقة الأولى تربيع. تمام شباب، انتبهوا وياي للمثال. المثال واضح، دا اقول لك نفس كالعاده، مجرد انه يعطيك داله ويعطيك الدقه مالتها. انا بالامتحان ممكن اذكر لك ملاحظه انه باستخدام فلان طريقه، او اتركك انت تحدد، لكن على الاكثر راح اكتب لك باي يوزنج موديفاي نيوتن ميثود، او ممكن السؤال نفسه هذا راح يكون بطريقه الباي سكشن ميثود، او الطريقه اللي احنا اللي اخذناها سابقا نيوتن رافسون ميثود. اذا المطلوب منك الواجب البيتي انه هذا السؤال الاول راح نحله احنا بطريقه الموديفايد نيوتن ميثود، لكن المطلوب منك تحله بطريقه نيوتن رافسون ميثود وطريقه البايسكشن ميثود، وتسوي لي تقرير وتلخص لي انه شنو الفرق بين الطرق من ناحيه قيمه اكس اللي طلعت لي، وكم خطوة أخذت كل طريقة للوصول إلى الأكيورسي 1 في 10 وسالب 6. شو السبب من هذا كله؟ حتى نعرف منو الطريقة اللي تكون أدق واللي تكون تختصر لي بالوقت، مو فقط تعطيني قيمة أكس القريبة جدا الأبروكسيميت. تمام شباب؟ إذا أول شغلة أسويها، بما إنه قايل له روتس حاط له الأس بين قوسين، إذا نفس كالعادة ممكن جذر، ممكن أكثر من جذر. فأنا تلقائيا ممكن أدخل الدالة هاي اللي عندي رأسا بالحاسبة وأطلع قيم من سالب 5 إلى 5، والستيب هو 1، ولكن أنا مجرد إنه أبدي دائما قلنا من سالب 2 أو سالب 1 وأبدي أختبر الدالة. إذا نباوع الدالة سالب 1 طلعت لي 5.06، والصفر طلعت لي 1.56، والواحد طلع لي 0.06، بدأ انه هنا تلقائيا يقل، فجأة رجع صعد متزايد. شنو معناها؟ معناها من هنا الى هنا وصل النوب، صفر في مكان معين والنوب رجع بدأ يزيد. اعيدها، انه من هنا المنحني مالتي بدأ يقل، وصل 0.06، فوصل إلى مرحلة قريبة جدا من الصفر، منه فجأة بدأ يزيد، إذا راح يكون
الجذر قريب على الواحد. إذا قيمة الإكس نوت هي واحد، اللي هي واحد لأن هي قريبة راح نبدي بيها، وما بين قيمة الواحد والاثنين هي قيمة الجذر القريب. ما بين الواحد والاثنين هي قيمة الجذر القريب. تمام شباب؟ إذا أول شغلة أنا بالسؤال إيش عندي؟ عندي الدالة ومشتقاتها والمشتقة الثانية. إذا أول شغلة أحط الدالة وأحط مقابلها، المشتقة مالتها أشتقها مرة والنوب أشتقها مرتين أخرى، والنوب أعوض الإكس نوت، الإكس نوت يا هو اللي هي قيمة واحد، يا معوض واحد بالدالة هاي طلعت له 0.06، وأعوض واحد بالمشتقة طلعت له ماينس 0.5، وعوض واحد فتلقائيا هو 2 طلعت قيمته اللي هو اصلا 2، ما عندي اي تعويض، اذا دائما راح يكون المشتق الثانيه هو 2. تمام؟ طلابتنا الاعزاء، لهنا انا مجرد شنو حطيت الاساسيات، وراها اجي اطبق اطلع اليو اكس واليو اكس برايم، اليو اكس واليو اكس برايم. اليو اكس قلنا هو عباره عن الداله على المشتقه، مجرد عوضني تعويض وطلعت لي اللي هو هاي تقسيم هاي القيمه. وراها اللي هي اليو اكس برايم هو عباره عن واحد ماينس الداله في المشتقه الثانيه على المشتقه الاولى، ولكن شنو تربيع، قد طلعت لي 0.5. وراها اقدر اطلع الاكس واحد يساوي لنا الاكس نوت على اليو للاكس نوت على يو برايم للاكس نوت، عوضت القيم طلعت لي قيمتها. هاي اول ايتريشن مطلوبه منك بيمل بخطواتها، هاي الايتريشن المطلوبه منك بخطواتها. وراها ننتقل تو ايتريشن او السكند ايتريشن، ننتقل عن طريق التيبل. شو وقت نتوقف؟ ده يقول يا كونتين استمر حتى توقف انتر، المين حد ما تكون عندي الدلتا اقل او يساوي المين للاكيورسي المقاس بالسؤال. اذا اول خطوه انا هاي كتبتها، والنوب ترجع قلنا هاي الاكس اي زائد واحد تصير هي نفس الاكس اي وتستمر الى ما لا نهايه من الخطوات لحد ما نشوف انه قد راح يطلع لي قيمه الدلتا ونتوقف بالحل. اذا هذا السؤال نفسه ممكن بالطريقه القبله، هنا انا ممكن اخذ خطوتين بالطريقه القبله، ياخذ مثلا خلينا نقول 3 خطوات، بالطريقه البايسكشن مثلا ممكن ياخذ 5 خطوات. تمام شباب؟ اوكي. السؤال الثاني حيكون واجب عليكم ترتبوه انتم. تمام؟ اوكي شباب. شغله ثانيه، اذا انتبهتوا على الجدول فراح يكون فقط مجرد انه الاي بالبدايه، بعدين الاكس اي، والنوب راسه رايح لليو اكس اي، وبعدين اليو برايم للاكس اي، والنوب اكس اي زائد واحد، والنوب عندي الدلتا. هاي الطريقة ما افضلها، ليش؟ لان راح تضطر كل شوية لكل قيمة اكس اي تروح على صفحة تسوي ايتريشن انه تعوض الدالة والمشتقة الأولى والمشتقة الثانية، بعدين تجي هنا تحسب. ولكن أنا أفضل أنه تجزئ الجدول أكثر، بمعنى أنه أنا عندك الآي وعندك بعدين الإكس آي. بعد إيش عندك؟ عندك إف للإكس آي. وراها عندك إف برايم للإكس آي. أنا هاي الطريقة أفضلها أفضل. وراها الإكس دبل برايم المن؟ الإف دبل برايم للإكس آي. وراها اقدر استخرج اليو للاكس اي، وراها اقدر استخرج اليو برايم للاكس اي، وراها راح اقدر انه اطلع الاكس اي زائد واحد، واخذ شيء الدلتا واتوقف لما يكون اصغر من الاكيورسي مالتي. اذا هذا الجدول ممكن استخدمه بهاي الطريقة، راح يكون أبسط وأسهل عليكم، وأيضا أنه راح يقلل نسبة الخطأ اللي ممكن تصير عندك. تمام شباب؟ لهنا هاي نهاية المحاضرة الأخيرة ضمن الجذور. أتمنى لكم الموفقية، لا تنسون المشاركة والمتابعة
والاشتراك بالقناة. بالتوفيق إن شاء الله.